لخبر فني، الفنانة التشكيلية السعودية غدير حافظ افتتحت معرضها الخامس بعنوان شتات بين الحقيقة والخيال بدار الأوبرا المصرية. المعرض بيستمر من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر، وشارك في حفل افتتاح المعرض السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. غدير حافظ هي أول فنانة تشكيلية سعودية ومثلت المملكة في معارض بست دول أوروبية. في مقر دار الأوبرا المصرية التي تضيء بألوانها المبهجة وعلى أنغام النشيد الوطني السعودي، افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي معرض الفنانة التشكيلية السعودية غدير حافظ، حيث أعرب عن سعادته باحتضان دار الأوبرا لهذه الاحتفالية، مشيدا بما وصلت إليه الفنون الإبداعية بشكل عام في المملكة العربية السعودية. سعيد جدا أني أحضر اليوم هذا المعرض لفنانة تشكيلية مرموقة سعودية غدير الحافظ، وسعيد جدا بأني أشوف المستوى الراقي لهذا الفن التشكيلي، وهذا بدون شك بيعكس النهضة اللي بتعيشها المملكة في كافة المجالات وطالت الفنون ومن ضمنها هذا الفن التشكيلي. فأن تعرض هذه اللوحات لفنانة كبيرة مثل الفنانة غدير الحافظ في الأوبرا المصرية، هذا مكان فخر واعتزاز. شتات بين الحقيقة والخيال هو الاسم الذي اخترته الفنانة غدير حافظ لمعرضها، موضحة أن أحلام الإنسان لا تكتمل بدون السعي المستمر وراء تحقيقها من خلال عمل وجهد متميز، وهو ما حاولت أن تعبر عنه بريشتها ولوحتها الفنية الجميلة. هو المعرض الخامس الشخصي لي، طبعا بالنسبة لي كان هو هدف أني أنا أقدمه في دار الأوبرا المصرية بعد مشوار طويل لمشاركات فنية دولية. شتات بين الحقيقة والخيال إيماني الكبير أنه لكل إنسان فينا هدف أو حلم أو رسالة هو نفسه أنه هو يحققها. الأحلام هذه ما بتتحقق إلا بالعمل والسعي وراها، يعني ما مستحيل تتحقق وإحنا نايمين. فإيماني أنه الحلم لازم أسعى له. في أحياناً في ناس ما هتقدر أنه هي تتكلم عن أحلامها بسبب إيه؟ بسبب وضعها الاجتماعي أو وجود ضغوط اجتماعية أو دولية أو حاجة زي كده. يعني الناس بتحلم بالأمان والاستقرار، ناس بتحلم بأسرة، ناس بتحلم بالنجاح، ناس بتحلم أنه هي تنسى ماضي وتبدأ في مستقبل. كل هذه الحاجات أنا حبيتني أن أعبر فيها بشتات بين الحقيقة والخيال. الفنانة غدير طبعاً أما قد تقدمت بطلب إقامة معرض رحبنا جدا وقدمنا لها كل الدعم وكل التسهيلات على أساس إن إحنا يعني تشجيعا من دار الأوبرا المصرية للفنانين بشكل عام، مش بس في مصر لا وفي السعودية وفي الدول العربية بشكل عام. معرض فني سعودي ذو طابع خاص يطل بوجهه المشرق من قلب دار الأوبرا المصرية، بيت الفن ومنارة الثقافة، ليقدم رسالة فكرية من خلال لوحات إبداعية. هويدا يحيى، MBC مصر.